بعد هدم الاحتلال الإسرائيلي لقرية الصيادين في جسر الزرقاء، يروي أصحاب القضية لكاميرا مراسلون قصتهم، حيث شهدت القضية التفافاً واهتماماً إعلامياً وسياسياً ورسمياً إثر النضال المهني والحقيقي الذي قامت به لجنة الصيادين منذ أكثر من عقد. اتصل بي احد اصدقائي وحكى لي ما سمعت اخر خبر، بقول له شو الخبر يعني يا ساتر؟ حكى لي انه هدموا قريه الصيادين، هدموا عده مخازن فيها. فوالله كانت يعني كان خبر كالصاعقه، يعني والله يعتصر يعني القلب الما يعني من مشاهده العنف، يعني عنف يعني بجميع اشكاله والوانه. يعني مش معقول انه يجي يهدموا لك كل يوم ببلد، يعني اليوم بجسر الزرقاء، امبارح بالطيري، كل يوم ببلد بالعراقيل. خلص بكفي، يعني اجى الوقت انه نتنياهو اللي ساكن هون بكيساريا يطلع من هذا الفيلم اللي هو مسموح له يهد ويولع المجتمع العربي كلياته. نتنياهو بده يحيد الانظار عن المظاهرات اللي موجوده ضده وضد سياسته. فيش كلام، يعني فيش كلام احكيه، لانه عن جد كانت صدمه، لانه صدمة كبيرة. يعني تخيلت انه كل يعني القرية لاجي عليها رمل، مش التنك اللي احنا عايشين فيه رمل. يعني قد ما هن غيرانين من المنطقة، قد ما هن بدهن المنطقة لإلهن. ما هو متبع استلام امر هدم، استلام تبليغ قبل الهدم لإخلاء المكان وكذا، هذه اجراءات روتينية لم نرى ايا منها. احنا من شهر 11 ليومنا هذا ولا قدرنا لا نحط زينكو على السقف ولا نحط إشي، وكل أغراضنا مرمية برا على الشمس على كل إشي، لأنه إحنا نشوف قهر. يعني يغتصبوا أرضنا، كأنه يغتصبوا أرضنا. يعني فيش فرق بين الأرض وبين العرض يا أخوي. يعني بالضبط لما يغتصبوا أرض إحنا بنشوفها كثير كبيرة. فللأسف الشديد هذا الحال اللي إحنا فيه، يعني من سنوات عديدة، يعني مش جديد علينا.